إنك أنت حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا، وأنت لازم نرفع يدك. هللو يا مروت شاس خيلة إكليسية أنت بفلا اسمه يروفيت كاس إبراهيم تاني إبرز بيتي جاب كوين ومت يوتيم بريتنا نسو وذينا من جنيت سوتون وذيون ينطق بفويم شاينه قطع التقسيس من شي سادك بنيوت نيبس كوبس آبا يو آنت ويسف اي عاري بتنون من تواديو اسمارو تنجي في اسنيو خنبران مبشوي سنتيني قوم كيري فلوغي سونيك تو كاتا يو انن اغيو اف انجليو تو انا غنزما من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا أمين جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة باركوا أيها الشعوب إلهنا واسمعوا صوت تسبيحه مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك يعمد وقد كان يوحنا أيضا يعمد في عين نون التي بقرب سليم لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن وحدث جدال بين تلاميذ يوحنا واليهود من أجل التطهير فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له يا معلم هذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له ويعمد والجميع يأتون إليه أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا من نفسه وحده إن لم يكن قد أعطي من السماء أنتم تشهدون لي إني قلت لكم لست أنا المسيح بل أرسلت أمام ذاك من له العروس فهو العريس وأما صديق العروس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العريس إذن فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذاك ينمو وأنا أنقص والذي يأتي من فوق وفوق الكل والذي من الأرض وأرضي ومن الأرض يتكلم
والذي من السماء وفوق الجميع، وما رآه وسمعه يشهد به، وشهادته ليس أحد يقبلها، ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه، ومن يؤمن بالابن فله حياة أبدية.